إشارة integrator أو السيمبل لـ integrator. الانتجريتر هون أنا بأخذ كاباسيتر وريزيستر، راح أعمل على الماينس، أنا لازم أشبك على الانفرتنج تيرمينال، أنا لازم أشبك على الانفرتنج تيرمينال إذا عندي أوب آمب، بس أنا راح أعمل إشارة الماينس. هلا هذا إذا اطلعنا عليه هون الترانسفير فانكشن أو الجين اللي بصير عندي ترانسفير فانكشن في هذا السيستم راح تكون بحالة الانتجريتر جي أوف إس. ايش بتساوي جي اوف اس بالحاله هاي؟ راح تكون الامبيدنس تبع هذا الكاباسيتر على الامبيدنس تبعه. ايش الامبيدنس للكاباسيتر؟ واحد على جي اوميجا سي او واحد على جي اس سي شين. وهون عندي هذه ار، راح تكون عندي هون الترانسفير فانكشن واحد على جي اوميجا سي على ار وتساوي واحد على جي اوميجا ار سي. هذا بالنسبه لهذا الفانكشن اللي موجود هون. هلا اذا حطيت اوميجا نوت بتساوي واحد على ار سي راح يصير عندي هاي خليني بدل اس هون خليني احط جي اوميجا هتكون صح. صار عندي هلا هون اذا حطيت اوميجا نوت بتساوي واحد على ار سي راح تصير هذه الترانسفير فانكشن من هون جي اوميجا تساوي واحد على جي اوميجا على اوميجا نوت. هذا عباره عن انتجريتر. راح نشوف بعدين كيف راح نرسم نعمل البلوت الجيم والفيز بلوت لهذا السيستم الموجود. هون بهمني هلا الترانسفير فانكشن واحد على جي اوميجا على اوميجا نوت. بالنسبه للديفرنشيتر ايش راح يكون عندي الترانسفير فانكشن؟ راح يكون عندي هون بالحاله هاي جي اوميجا بتساوي ار على واحد على جي اوميجا سي وتساوي هذا بيطلع عندي هو بصير عندي جي اوميجا ار سي. خلينا نفس الشيء افترض انه ار سي بتساوي اوميجا واحد على اوميجا نوت راح تصير هاي جي اوميجا على اوميجا. هاي ايش بصير فيها مع الزياده في الفريكونسي؟ الجين هذا لما تزيد الفريكونسي شو بصير بالقيمه هاي؟ وين الفريكونسي هون موجوده؟ اوميجا ولا اوميجا نوت؟ اوميجا نوت ايش هي؟ ار سي اذا كونستنت اذا اوميجا نوت كونستنت مين اللي بتزيد بزياده الفريكونسي؟ اوميجا. اذا بزياده الفريكونسي اوميجا شو بصير بالقيمه هاي؟ بتزيد. لكن هون لو جينا طلعنا على هذه هون عندي اوميجا نوت كونستنت اذا اوميجا على اوميجا نوت لما تزيد اوميجا شو بصير بهاي الكوانتيتي؟ تنزل. اذا هاي في البودي بلوت راح تكون خط مائل نازل نزول وفي البودي بلوت هاي الجير ايش راح يكون؟ خط طالع طول. قديش الزاويه هاي؟ قديش واحد على جي؟ جي شو بتعطيني بحالها؟ 90. واحد على جي ايش راح يعطيني؟ ناقص 90. اذا هاي راح تعطيني ناقص 90 درجه كفيز. هون عندي جي ايش هي؟ الزاويه كزاويه 90. اذا هاي راح تعطيني 90 درجه. اذا من هون هلا بقدر اعمل البلوت الجين والفيز لهذول الاثنين. راح نحكي عنهم بتفصيل اكثر بعدين. هذا راح يكون خط نازل نزول ماينس 20 دي بي بير ديكيد وهذا راح يكون خط طالع طول بلس 20 دي بي بير ديكيد. ايش الديكيد؟ ايش قلنا الديكيد يعني؟ بضرب في 10 طرد في 10 طرد في 10 لما الفريكونسي بضربها في 10 بكون اتحركت ديكيد الى الامام. اذا هذول الاثنين بنتذكر هذول الفانكشنز الاثنين الموجودين هون لانه بيكونون بعدين لما نيجي نعمل البلوتنج للجيم والفيس بلوك لهذول الاثنين. اذا هي هذا للانتجريتور وهذا للديفرنشيتور. نيجي نطلع على هون النتورك، خلينا نطلع على هذا لانه اسهل بعدين نطلع على دي كلها نتورك. عندي هالانفرتنج، لاحظوا هون انا اهملت الماينس انا اهملت الماينس بالحالتين، بتخلص من الماينس بعدين بطريقه معينه، بس انا اهملت الماينس اللي هو فعليا هذول مضروبين في الماينس. هون عندي لو شيء طلعت على هذا كمان هون راح اهمل الماينس، ايش الجين تبع هذا؟ ار1 على ار2 مش هيك؟ جي جي اوميجا بتساوي ار1 على ار2 راح نسميها كي. اذا بضرب فانكشن في كي ايش بياثر على الدي بي جين تبعه؟ يعني لو اخذت انا فانكشن معينه وكانت عندي 20 لوج وين المساحه؟ إذا أنا باخذ 20 لوج لو جيت الآن هذا ضربته في كي إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 20 لوج كي مضروب في الفانكشن هاي. لوج A في B إيش بيساوي؟
لوج از لوج از على لوج بي اذا هذا راح يصير عندي بيساوي 20 لوج كي زائد 20 لوج جي جي اوميجا اذا ايش عملت بالماجنيتود الان لما ضربته في كي ايش عملت بخط الماجنيتود رفعته مش هيك رفعته او نزلته طبعا حسب الساين تبعت كي اذا كان كي اقل من واحد او اكبر من واحد اذا كي اقل من واحد رح تطلع هذا القيمه نيجاتيف اذا كانت كي اكبر من واحد معناها عملت له امبليفيكيشن اذا كقاعده عامه لما اضرب في كي رح يرتفع الخط او ينزل الخط تبع الماجنيتود بمقدار 20 لوج كي الزاويه ما رح تتاثر زاوية لأن هذا إيش الزاوية اللي حاعطيني إياها لو كي؟ كي إيش الزاوية اللي حاعطيني إياها؟ شو زاوية كي إس إذا كونستنت؟ لا كي كونستنت زيرو لو إنه جي معطيني زائد 90 أو ناقص 90 إذا الزاوية ما راح تتغير إذا الضرب في كونستنت ما راح يأثر على الفليز بلوت راح يأثر على الجيت بلوت إنه يرفعه بمقدار 20 لو كي أو ينزله بمقدار 20 لو كي آخر شيء نطلع على هذا الليد نتورك لاحظوا هذا مش ليد كومبنسيتر هذا ليد نتورك الليد نتورك أنا أشوف إيش ترانسفير فانكشن كيف بدي اطلع ترانسفير فانكشن هون بدي اسمي الماجنتيود الامبيدنس تبع ار على الامبيدنس تبع ار وسي ان بارلل ايش ار وسي ان بارلل راح يكونوا عندي واحد عندي زد خلينا احط واحد على زد ايكويفالنت هذول الاثنين راح تساوي واحد على ار زائد واحد على زائد جي اوميجا سي مظبوط مضبوط هيك عندي فصار عندي هلا هون اذا بدي اكمل هذه راح يصير عندي هون ار واحد زائد جي اوميجا ار سي اذا زد ايكوفلنت تساوي عندي ار مضبوط هيك مضبوط بصير عندي هلا ار على واحد زائد جي اوميجا ار سي يعني ايش غلط فصارت عندي هلا هذه هون زد كلها صارت ار على واحد زائد جي اوميجا ار سي الان صار عندي اثنين اللي هو جي جي اوميجا كماجنتيود او جي جي اوميجا كترانسفير فانكشن تساوي عندنا ار على واحد زائد جي اوميجا ار سي ار تشبه مع ار وهي الكميه بتطلع فوق عندي فبتصير عندي واحد زائد جي اوميجا ار سي وإذا حطيت محل ار سي اوميجا 1 على اوميجا يصير 1 زائد جي اوميجا على اوميجا لاحظوا هون لما حكينا عن الزاوية ايش كنا نحكي؟ كانت كونستنت الزاوية مضبوط؟ الجي كانت تعطيني بلس 90 والواحد على جي كانت تعطيني ناقص 90 لكن الزاوية هون ايش بتساوي؟ على ايش بتعتمد الزاوية؟ هون عندي ايماجينري هذا الايماجينري بارت وهذا الريل بارت زاوية هاي الكوانتيتي ككومبلكس كوانتيتي شو بتساوي؟ ارك تان اوميجا على اوميجا نوت مش هيك؟ على واحد اذا الزاوية هون بتعتمد على قيمة اوميجا وراح نشوف بعدين كيف الزاوية بتنتقل من قيمة لقيمة ثانية هذا بنسميه ليد نتورك لأنه بعطيني ادفانس بعطيني فورورد الانجل بعطيني ادفانس الانجل لأنه هون عندي الزاوية بتكون بوزيتيف رح نعمل البلوت تبعه بعدين لاج نتورك آخر شيء لاج نتورك كيف بتنتقل اللاج نتورك رح يكون ايش المثال على لاج نتورك؟ هذا عندي هون لاج نتورك عندي سي ار ايش الترانسفير فانكشن عندي هون؟ ايش الامبيدنس تبع سي؟ واحد على جي اوميجا سي الامبيدنس لار اذا بتصير عندي هون الترانسفير فانكشن بتساوي واحد على جي اوميجا سي على ار زائد واحد على جي اوميجا سي اضرب البسط المقام في جي اوميجا سي فبصير عندي واحد على واحد زائد جي اوميجا ار سي ومحل ار سي بحط واحد على اوميجا نوت فبتصير عندي هاي بتساوي واحد على جي على اوميجا على اوميجا نفس الشيء الزاويه هون رح تختلف باختلاف قيمه اوميجا ورح تعطيني قيم مختلفه هذا ما عندي لاج نتورك ومثال ثاني على لاج نتورك يكون عندي هون اندكتر وريزستر
الانسان هذا لاج نتورك ليد نتورك وبعدين شفنا قبل شوي انتجريتر وديفرنشيتر وشفنا الكين هذول مهمين.